السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. شيخ، كنت يعني أنا كنت عايزة ألبس النقاب وأدي الكاميرا، طيب. فلبست ورا، أيوه. لبست من ورا، فلما لبست هو عارف زعلي وخلف عليا وافتكر إن أنا بعاند معاه، وقال لي لو مش عاجبك الكلام اطلعي برا البيت. فأنا دلوقتي سألت معلمة لي، قالت لي هيقع عليك ضرر، فهنا مقدم بر الوالدين عن النقاب، لأن في اختلاف، بس أنا مقتنعة بالرأي اللي هو بيقول فرض. أنا خلاص، دلوقتي أعمل إيه؟ البسي النقاب وتلطفي في الحديث مع الوالد. ما هو مش الموضوع ده بقى له أكتر من أسبوع، وهو لحد دلوقتي بحاول أكلمه ومش راضي يتكلم معايا خالص. معلش، ما مش مشكلة، ما يتكلمش، ما فيش إشكال، ما عليكيش أي مشكلة، أنت أمام الله ما عليكيش مشكلة. طب أنا الأيام اللي فاتت خلعته وحاولت على قد ما أقدر أغطي بالشعر كده، أنا آسمة. والله أنصحك أن تثبتي على النقاب، بارك الله فيكي، ومع حسن الخلق مع الوالد وتحمليه. السلام عليكم.